أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العلي العظيم. على أبواب عيد الغدير الأغار، عيد الله الأكبر، حيث لا يفصلنا عن هذا العيد الأعظم إلا أسبوعان فقط. تأكيد وإصرار النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغدير، الإصرار والتأكيد الذي لم يكن له نظير في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، هذه الخطبة المطولة التي لم يسجل التاريخ أي خطبة أخرى بهذه الكمية الكبيرة من المعلومات، الموقع الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله، الطريقة في إلقاء هذا المعنى إلى الناس التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وآله، الابتهاج والفرح والسرور الذي أظهره النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم مما لا نظير له في تاريخه، البرنامج الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الخطبة الشريفة، هذا التأكيد الأكيد في ذلك اليوم، التأكيد الأكيد من النبي صلى الله عليه وآله قبل ذلك اليوم على هذه القضية، بعد هذا اليوم على هذه القضية. لماذا هذا الإصرار من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما هو سره؟ هو من الدين؟ نعم من الدين، كثير من القضايا من الدين. النبي صلى الله عليه وآله ما أعطاها من نفسه عشر معشار ما أعطى للغدير من نفسه، تلك أيضا من الدين. هذا الإصرار وهذا التأكيد ينبئ ويخبرنا عن شيء أساسي في هذه القضية، الغدير، قضية الغدير، منهج كامل. ما الذي تريد؟ اغرف من هذا النبع الصافي الإلهي، تريد أن تأخذ في مجال التربية مدرسة الغدير مدرسة واسعة في هذا المجال،
تريد أن تتعلم كيفية التعامل في إطار العائلة أو في إطار المجتمع الأكبر، هذا المنهج وهذه المدرسة فيها الكثير الكثير التي تكفيك أصلا. تريد أن تأخذ من هذه المدرسة منهجا سياسيا، في هذه المدرسة منهج سياسي متكامل، ما الذي تريد؟ هذه مدرسة. رسول الله صلى الله عليه وآله أكد هذا التأكيد الكبير لوجود شيء عظيم جدا في هذه القضية، ليست مجرد يوم وينتهي. مجرد يوم ما كان يحتاج إلى هذا الإصرار، هذا التأكيد، هذا التركيز من رسول الله صلى الله عليه وآله. نقطة واحدة من هذا المنهج، قطرة واحدة من بحر هذه المدرسة، الحرية. الحرية العجيبة، الحرية التي ما سبقت هذه المدرسة ولا لحقت هذه المدرسة حرية أخرى. المناهج التي كانت، حتى مناهج الأنبياء التي كانت قبل هذه المدرسة، المناهج التي جاءت من بعد هذه المدرسة، مدرسة الغدير، لا تجد معشار الحريات التي منحتها هذه المدرسة للناس، للبشر. الحرية لها جانبان، جانب أسود مظلم، الحرية فيها من الأضرار الضخمة الكبيرة الشيء الكثير. أضرار الحرية كبيرة جدا جدا. من جملة أضرار الحرية، أولا المظهر غير الجميل. الحرية مظهرها، المظهر الذي ينتج من الحرية، مظهر جدا قبيح. بخلاف التقييد، من المظهر جدا جميل. أنت عندك أرض، تبني دارا على هذه الأرض بالطريقة التي تريد، أنت حر. جارك يبني على أرضه بجوار دارك دارا أخرى مختلفة في الشكل تماما، حرية. هذه الدار، شكل هذه الدار مع شكل هذه الدار لا يتناسب، المظهر ليس جميلا. بخلاف ما إذا كان هناك تقييد، الكل يبني على هذا المنهاج، مظهر جدا جميل، ألوان متناسقة، شكل جميل متناسق. هذا مثال. الحرية تنتج مظهرا غير جميل، بخلاف التقييد ينتج مظهرا جميلا، الكل مثل بعض. ثانيا، الحرية إن لم أقل أكثر الناس، أقول كثير كثير من الناس يفسدون في الحريات، يستخدمون الحريات في إفساد أنفسهم. الحرية تأتي بالفساد للناس. إحدى أهم منابع الفساد للناس الحرية، هذا ثانيا. ثالثا، الحرية إحدى عوائق وموانع وحدة المجتمع. في الأجواء الحرة المجتمع لا يتحد. هذا يختار، كمثال في الدين، هذا يختار النصرانية، ذاك يختار الإسلام، الثالث يختار البوذية، الرابع يختار الإلحاد،
هذا في مجال الدين، في مجال المذاهب، في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في أي مجال. الحرية معناها أن كل شخص يختار الطريقة التي يشتهيها. معنى ذلك أن المجتمع لا يتحد، الطرق المختلفة خلاف الاتحاد، واضح. فالحرية إحدى أهم عوائق وحدة المجتمع. أما إذا كان تقييد لا، الكل يلزم أن يختار الدين الفلاني، خلاص المجتمع يكون موحدا. الكل يجب عليه أن يختار الطريقة السياسية الفلانية، خلاص الطريقة الاقتصادية الفلانية، خلاص المجتمع يكون مجتمعا موحدا. وتحدث من الليل إلى الصباح، من الصباح إلى الليل، عن مساوئ الحرية، الوجه المظلم في الحرية. ولكن مع كل هذه المساوئ، ومع أضعاف من المساوئ الأخرى التي لم نذكرها، مساوئ الحرية لا تنتهي. مع كل هذه المساوئ، الحرية شيء لازم في المجتمعات، بل واجب أن تكون حرية وتعطى حرية، بل واجب إيجاد الحرية، واجب إيجاد الحرية مع كل هذه المساوئ، مع كل هذا الوجه المظلم للحرية. لماذا؟ أولاً، الله عز وجل خلق الإنسان حراً. تريد أن تقيد الناس، هذا خلاف حكمة الله عز وجل في الخلق. الله عز وجل هو خالق الخلق، هو يقيدهم من حقه، هو الخالق، خلقهم بطريقة معينة. كان الله عز وجل يتمكن أن يخلق كل البشر بتفكير واحد. تريد تتكلم عن وحدة المجتمع؟ الله عز وجل كان يتمكن تكويناً أن يخلق البشر بشكل واحد، أشكالهم، أفكارهم، عقائدهم تكون متحدة، كان يتمكن، ما خلق هكذا. الله عز وجل خلق الحرية في البشر. تقييد البشر غير ما قيده الله عز وجل، هذه معارضة لحكمة الله عز وجل. هذا وقوف بوجه حكمة الله سبحانه وتعالى. تريد أن تقيد الناس بأي حجة؟ هذه مجابهة الخالق عز وجل في خلقه، تنتهي في بعض الأحيان إلى درجة شديدة من الكفر بالله عز وجل. الله عز وجل خلق هكذا. الله عز وجل قال لا إكراه في الدين. دين أهم شيء في حياة البشر، الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فكيف ببقية الأشياء التي هي دين دون الدين في الأهمية؟ ثانياً، تتكلم عن التقييد، تريد أن تقيد، أنت تقيدني، لماذا؟ لماذا التقييد يأتي منك إلي؟ أنا أقيدك. من أعطاك صلاحية التقييد للناس؟ أنت بشر، أنا بشر، تتكلم عن التقييد، يلزم أن يكون تقييد؟ لا بأس، أنا أقيدك، لماذا أنت تقيدني؟ لأن لك سلطة، لأن لك قدرة. بالضبط قانون الغابة، بالضبط. صاحب القوة يريد أن يقيد غير صاحب القوة، هذا قانون البشر أم قانون الغابة؟ إن تكلمت عن التقييد، لماذا أنت تقيدني؟ لماذا أنا لا أقيدك؟ لماذا رأيك جاري علي، رأيي ليس جاريا عليك؟
هذا ثانيا. ثالثا تقول لي مساوئ الحرية؟ نعم أعرف مساوئ الحرية، ولعلي أعرف مساوئ الحرية أكثر منك، ولكن هذا الميزان غلط. قياس الشيء من جهة واحدة قياس خاطئ، النظر إلى شيء من جهة مساوئه والحكم عليه غلط، النظر إلى شيء من جهة محاسنه والحكم عليه غلط. الصحيح النظر إلى الشيء من جهة محاسنه ومن جهة مساوئه ثم الحكم عليه. القرآن الكريم بالنسبة إلى شيئين من أسوأ الأشياء ماذا يقول؟ يقول يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم ومنافع مساوئ ومحاسن، ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما. تذكر لي مساوئ الحرية؟ نعم الحرية فيها مساوئ كبيرة جدا وكثيرة، ولكن اذكر لي عن محاسن الحرية أيضا، ثم قارن بين المساوئ والمحاسن، ثم استنتج. الحرية فيها مساوئ، فيها مساوئ، ما هي محاسن الحرية؟ من محاسن الحرية أنه لا يمكن، أقول لا يمكن، عادة لا يمكن حصول أي تطور في حياة البشر بدون الحرية، لا يمكن أن يحصل. البشر المطلوب منهم أن يعيشوا مثل الحيوانات 10,000 سنة بدون تطور، الفرس، الأسد، الجمل، الحيوانات أجلكم الله تعالى من قبل آلاف السنوات إلى الآن نفس الشيء، لا يوجد تطور في حياة الحيوانات، نفس الطريقة نفس المنهاج. البشر يراد منه أن يعيش مثل الحيوانات بدون تطور أم يراد منه أن يتطور؟ التطور لا يحصل، أقول لا يحصل، غير ممكن أن يحصل التطور عادة إلا إحدى أهم الأركان الأثافي الأساسية لحصول التطور، الحرية. بدون الحرية لا تحصل، لا يحصل تطور في أي مجال، في المجال العلمي لا يحصل تطور. العلوم إذا تطورت كان الأشخاص يمتلكون حرية في تطوير هذه العلوم، وإلا لا يمكن أن تتطور العلوم. إخواني كمثال مبسط واضح نراه بكل وضوح، رغم كل الضغط الذي مورس بحقنا، فقهنا أرقى بكثير، هذا لا أقوله أنا، حتى الآخرون، حتى الآخرين، حتى أعدائنا يقرون بذلك، فقهنا تطوره أكبر بكثير من فقههم. لماذا؟ ما السر؟ طبعا هناك أسرار، نحن جالسون على سفرة كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا أهم مصدر لتطورنا في هذا المجال، ولكن إحدى الميزات المهمة التي جاءت بالتطور في مجالنا، يعني المستوى العلمي، أقصد المستوى العلمي في فقهنا جدا راقي، جدا جدا راقي، إحدى الأسباب أنه كانت هناك حرية في داخلنا على الأقل. الرأي الشاذ لا يجابه بالصد في منهاجنا، فليكن رأيا شاذا، أحرار، هذا العالم حر، ذاك العالم حر، هذا العالم يخالف رأيه رأي مشهور الفقهاء فليكن، يخالف رأيه رأي إجماع الفقهاء فليكن، حرية. في التطور التكنولوجي كان من غير الممكن أن يحصل بدون الحرية، من غير الممكن أن يحصل. التطور في المجال السياسي لا يمكن أن يحصل بدون الحرية، التطور في المجال الاقتصادي لا يمكن، أقول لا يمكن، لا أقول احتماله ضعيف، أقول لا يمكن أن يحصل عادة بدون الحرية.
السبب في ذلك ما هو إخواني؟ لأجل عين ألف عين تكرم. الحرية تأتي بالفساد للناس، كثير من الناس يفسد في الحرية، نعم يفسد، ولكن في المقابل الحرية تجعل العبقري تظهر عبقريته. العباقرة ليسوا فئة كثيرة في الناس، العباقرة فئة قليلة، ولكن هذه الفئة القليلة هي التي تطور حياة البشر. إن لم تكن أجواء حرية لا يعلم من هو العبقري، ولا تظهر عبقرية العباقرة أبداً. العبقرية يبقى بمستوى سائر الناس. في أجواء بدون حرية العبقرية لا تظهر، لأنه لا توجد حرية. أي تطور، أي تقدم حصل في أي مجال، في أي بلد، في أي مجتمع، الشخص كان يمتلك حرية في هذا المجال على الأقل. لا تعطيه حرية، لا يمكن أن يبدع، لا يمكن أن تظهر عبقريته. فأنا أتحمل الفساد الذي يقع فيه كثير من الناس في سبيل أن هذه الفئة القليلة من العباقرة تظهر عبقريتهم، يقدمون حياة البشر، يقدمون حياة البشر، وإلا حياة البشر لا تتقدم. الأجواء الخانقة لا تجعل للعبقري أن يظهر. قد تجد في أجواء خانقة بعض الناس ظهرت عبقريتهم لأن هذا الشخص كان يمتلك حرية. عادة سائر الناس ما كانوا يمتلكون حرية، هذا الشخص كان يمتلك. في بلاد يحكمها حكم طاغي ظالم، أحيانا نرى بعض التطور لأن هؤلاء ما كان هذا الضغط عليهم، هؤلاء فسح لهم المجال فتمكنوا أن يظهروا عبقرياتهم في أي مجال كان. مساوئ، تتكلم عن مساوئ، انظر إلى المحاسن، هذه المساوئ لتكن في المقابل لتظهر العبقرية، ليحصل تقدم. أقول كلمة جارحة ولكن واقع، تريد أن تقبل اقبل، لا تريد أن تقبل لا تقبل. أنت تمارس تقييداً وضغطا علي، اعرف بالتأكيد بالقطع واليقين ستمارس هذه القيود وأشد منها على أولادك، وأنت المؤسس للخطأ. كل البشر يعلم، كل البشر يعلم أن القضايا لا تبقى في أيدي فئة، كل البشر، والتجارب بالآلاف وأكثر من الآلاف. سيأتي يوم شخص آخر يقيد أولادك، أحبابك. أنت سجنت، سيأتي أناس يسجنون أولادك، وأنت المذنب، وأنت الذي أسست هذا المنهج الغلط. أنت قتلت، سيأتي أناس يقتلون أولادك. يوم القيامة لا تشتكي، لا تقول إلهي قتلوا أولادي، أنت قتلتهم، أنت أسست منهجا خاطئا. هذا المنهج الآن تنشره، تمشيه، تجريه على الآخرين، سيجري هذا المنهج على أولادك، على أحفادك، على نسلك وأحبابك. من المذنب؟ أنت. وقد حصل، انظر إلى التاريخ، الدكتاتور هو أو أولاده أو أحفاده قتلوا على نفس المشنقة التي كان يقتل الآخرين. حصل أم لا؟ في كل العصور، في عصرنا أيضا حصل. أنت المذنب، تؤسس تقييد على الناس هذه القيود، وأكثر منها ستجي على أولادك. منهج الغدير،
منهج الحريات هذا منهج. القضايا التي نسمعها عن رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما في الحريات المذهلة، الحريات يا أخي إخواني كتبوا كتبا في الحريات التي أعطاها رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما للناس، مما لا تكون موجودة إلى يومنا هذا في كل دول العالم، ما موجودة في أي دولة، ما موجود قبل 1400 سنة في زمن التخلف. النبي وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما أعطيا حريات مذهلة، حريات في مجال التجارة، انظر، حريات في مجال الزراعة، حريات في مجال الاقتصاد، حريات في مجال السياسة، حريات في المجال الديني، والدين عندهم أهم شيء، كان أهم شيء في الوجود، في وجود البشر، حريات في المجال الديني، في كل المجالات. كتبوا كتبا، بعض العلماء كتبوا كتبا وأثبتوا أن هذه الحريات لا نظير لها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان صدره وسيعا، كان كريم النفس، صح صحيح، هذه الحريات تثبت كرم نفسه، تثبت كرم نفس أمير المؤمنين. لا، القضية ليست فقط كرم نفس، كرم نفس نعم، ولكن كان هناك منهج رسول الله صلى الله عليه وآله أسس منهجا، أمير المؤمنين صلوات الله عليه أسس منهجا، هذا المنهج منهج يخدم البشرية، كرم نفسهم عظيم، عفوهم كبير، كان القضية ليست فقط عفو، منهج كان. أخواني أذكر لكم رواية شريفة، أختم بهذه الرواية الشريفة حديثي. في أي بلد من بلاد العالم اليوم هل يسمح للناس أن يدخلوا، عامة الناس أن يدخلوا إلى مركز إدارة الحكم، يعني رئاسة الجمهورية مثلا، يسمح للناس أن يدخلوا؟ في منهج أمير المؤمنين رئاسة الجمهورية مكان عام، لم يشترى من أموال خاصة لأحد، لم يبنى من أموال خاصة لأحد، من أموال الناس، إذن من حق الناس أن يدخلوا إليها. أين رئاسة الجمهورية؟ مسجد الكوفة. مسجد الكوفة أين؟ ماذا كانت؟ ماذا كان مسجد الكوفة؟ مسجد الكوفة كان بحسابنا اليوم رئاسة الجمهورية، مركز إدارة البلد الإسلامي الضخم، أكبر إمبراطورية على وجه الأرض آنذاك. أين كان مسجد الكوفة؟ مسجد الكوفة كان المجلس الأعلى للقضاء في البلد الكبير، في الإمبراطورية الكبيرة، كان من حق كل الناس أن يدخل من دون أي منع من أي شخص، كل الناس، يعني كل الناس، يعني أعداء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كان من حقه. أمير المؤمنين ماذا كان؟ من الناحية الظاهرية الحاكم الأكبر، كان ما كان يمنع أحد من دخول مسجد الكوفة. مسجد الكوفة مصدر، مركز إصدار القرارات، القرارات الحكومية لكل البلد الإسلامي، كان من حقه أن يجلس ويشهد، ينظر ماذا يقولون، كيف يتكلمون. هذا مكان عام ليس مكانا خاصا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مسجد الكوفة يصلي صلاة الصبح. صلاة الصبح تعلمون جهرية، يعني الإمام يجهر بالقراءة. في أثناء القراءة الإمام عليه الصلاة والسلام يقرأ، ابن الكواء، عبد الله ابن الكواء، هذا من كبار الخوارج، شهروا سيوفهم في وجه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفين ضغطا عليه ليقبل التحكيم، ثم بعد ذلك أثاروا فتنة كبيرة، أثاروا حربا داخلية، حرب النهروان. أحدهم هذا عبد الله بن الكواء، مشهور بابن الكواء. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الصبح، في أثناء القراءة ابن الكوى رفع صوته قال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يخاطب أمير المؤمنين في أثناء صلاته في رئاسة الجمهورية حسب تعبيرنا اليوم. من حقه أن يدخل، ومن حقه أن يعترض، ومن حقه أن يشتم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من حقه، قصدي يعني أمير المؤمنين يفسح له المجال، هذا قصدي، ولا ليس من حق أحد.
إلهيا ليس من حق أحد. من أشد المحرمات كفر بالله عز وجل، سب أمير المؤمنين. تعلمون أكبر سب في منطق الإسلام اتهام شخص بالشرك بالله، لأن الشرك أعظم الذنوب. اتهم أمير المؤمنين والعياذ بالله تعالى من كلامه، اتهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالشرك بالله، يعني أكبر مسبة، أكبر مسبة على الإطلاق في منطق الإسلام هو هذا. في أي بلد من بلاد العالم يسمح لشخص أن يتهم بأي تهمة؟ مفتوح، مفتوح يسحبونه. في أكثر البلاد ديمقراطية، في أرقى البلاد ديمقراطية لا يسمح، هناك حدود لكلامك. لا، في منطقة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في منطق الغدير لا توجد حرية، لا توجد موانع لكلامك، قل ما شئت، خصوصا إذا كان على الحكومة، خصوصا إذا كان على الحاكم، مطلق مفتوح. رفع صوته ابن الكواء قال: لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا هذا مقطع من آية قرآنية. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تعظيما للقرآن الكريم سكت إلى أن أكمل ابن الكواء هذا المقطع من الآية الكريمة. استمر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القراءة. مرة ثانية رفع صوته ابن الكواء: لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سكت احتراما للقرآن، انتهى، استمر في قراءته. مرة ثالثة رفع صوته: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سكت. أنهى ابن الكواء قراءة هذا المقطع من الآية الكريمة. أمير المؤمنين في هذه المرة الثالثة قرأ آية قرآنية، هو في الصلاة، طبعا قراءة القرآن في الصلاة جائز، أي آية في أي موضع من مواضع الصلاة تتمكن أن تقرأ القرآن. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أجابه بقراءة مقطع من القرآن الكريم. في الواقع ما أجابه، أجاب نفسه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قرأ هذه الآية الكريمة، قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في الواقع ما أجابه، قال لنفسه: فاصبر ليس مهما. هو يشتمك أكبر شتم لأكبر شخصية إلهية على وجه الكرة الأرضية، لثاني أكبر شخصية إلهية خلقها الله سبحانه وتعالى في تاريخ الخلق، من الناحية الظاهرية أكبر حاكم، أكبر حاكم على وجه الكرة الأرضية، وحاكم مطلق، كان ما كان هناك حزم يتمكن أن يقف بوجه أمير المؤمنين. هو أمير المؤمنين من نفسه كان يعطي هذه الحريات. لماذا الآن بعض الحريات موجودة في بعض البلاد؟ لماذا؟ لأن هذا الحزب يخاف من ذاك الحزب، لأن هذا الحزب يخاف من الإعلام أن يفضحه. في زمن أمير المؤمنين ما كان هكذا شيء، لا كان حزب مقابل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يخاف أمير المؤمنين منه أبدا، ولا كان إعلام، ولا كان أحد يحب ابن الكواء أصلا، كل الناس كانوا ضده. تعلمون الخوارج كانوا منبوذين، أثاروا فتنة كبيرة في الوسط، في المجتمع الإسلامي في وسط البلد، وعموما كانوا مرفوضين من كل الناس تقريبا، قليلة من الناس كانوا معهم، كل الناس كان ضد الخوارج، يعني الإعلام كان ضدهم، الناس كانوا ضدهم. مع ذلك أمير المؤمنين فقط وفقط أجابه بهذا المقطع من الآية القرآنية، وفي الواقع هذا ليس جوابا له، جوابا لنفسه. منهج القضية أمير المؤمنين كان عظيم العفو، كان كريم النفس، نعم هذه تدل على كرم نفسه، ولكن القضية ما كانت كرم نفس فقط، كان تأسيس منهج. تعظيم الغدير، التعيد في الغدير، الترويج للغدير، ليس ترويجا ليوم، يوم عيد وفرح فقط، ترويج لمنهج. هذا المنهج فقط ليس فقط للحكومات، حتى لنا، كل واحد منا له سلطة، كل واحد منا يتمكن أن يعطي حرية في مجال سلطته أو يقيد، الحرية هي الأصل. هذا المنهج الذي أسسه الغدير. نعظم الغدير في الواقع، نحن ندعم ونؤيد وننشر منهج عظيم، جانب كلمة واحدة من هذا المنهج، الحرية قطرة واحدة من هذا البحر
الحرية التي ذكرتها. نشكر الله سبحانه وتعالى على أننا على هذا المنهج، هذا منهج نتعلم شئنا أم أبينا، نتعلم على الأقل بعض الأشياء من هذا المنهج، حتى الذي ليس فكره في هذا الجانب طبيعيا يتعلم، لأنك تحب أمير المؤمنين، لأنك على هذا المنهج طبيعيا تأخذ منه، والذي يحب الطغاة طبيعيا يأخذ منهم طبيعيا، الذي ينهج منهج الظلمة السفك للدماء طبيعيا يصير هكذا. أنا لا أقول، اعتراف أتباعهم في الكتب كتبوا، الكتب موجودة مطبوعة تطبع سنويا، يقول أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ناس لطيفين، أتباع فلان ناس عنيفين، طبيعي. تأخذ إذا كنت تركز على الموضوع تأخذ الكثير، وإلا على الأقل تأخذ شيئا قليلا. نشكر الله عز وجل، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين أمير المؤمنين طرفة عين أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباعه واتباع منهجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.